النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. اكيد النادي الاهلي بيواصل مش عارف اقول ايه والله، تكسير تحطيم يعني. تعبنا بس لا احنا ما بنتعبش. تسطير، حلو اللفظ تسطير، اعتقد تسطير التاريخ. احنا بنعيش تسطير تاريخ في افريقيا بصراحه لم يسبق لاي نادي ان هو حتى فكر ان انت توصل يعني 5 نهائيات في 5 سنين، تاخد تسمي منهم 4. يعني اكيد نادي الاهلي وصل لمكانه يا كابتن اسلام. تشوف النهارده حتى والله انا بتفرج على ملخص المباراه بالتعليق الانجليزي، وشوف المعلق الانجليزي يعني من ثقافه مختلفه بيتكلم ازاي على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى انجازات النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اصبح يعني براند عالمي، اصبح تريد مارك. على كمان الجميل بقى بصراحه انا عجباني قوي 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 يعني الروح اللي طالعه من نادي الترجي وحتى من الاعلام التونسي. النهارده كنت بتفرج على تعقيب يعني زملائنا الصحفيين في تونس في البرامج المختلفه، وحتى في برنامج يعني برنامج اذاعي بيتذاع متصور. انت عارف دلوقتي البرامج الاذاعيه بقى بتتصور بشكل كويس. أيوه. وجايبين حكم تونسي وبيأكد ان كل ركلات الجزاء اللي الناس بتتكلم عليها ما فيش ولا ركله جزاء في المباراه، وان النادي الاهلي استحق الانتصار وكسب المباراه بكل عدل وبكل شفافيه. يعني انا جميل، انا عاجبني النهارده ان الناس الانديه الكبيره في افريقيا كله النهارده يعني باصص لعلاقته بالنادي الاهلي وبيحافظ عليها. وبفتكر كده كابتن اسلام قول احنا قلناه في البرنامج، بدايه من مونديال الانديه في امريكا 2025 كل الانديه في افريقيا الكبيره هتحافظ وتخاف على اي حاجه تطلع منها. الشكل القديم التنافسي اللي كان لحد ما بيتعدى الخطوط الحمراء ده هيتلغي خالص. كله النهارده هيبقى باصص ازاي النهارده اوجد لنفسي مكان ما بين الكبار في العالم، ويجب ان تبقى علاقتي مع كبار القاره بتاعتي اكثر من جيده.